برنامج الهانجر الموسم الثاني من مسابقه اكسب مصنع، المسابقه الرسميه لبرنامج الاتوبيس. يمكن تكون اللفه مقصوده لان برنامج الاتوبيس هو البرنامج الاساسي الحقيقه اللي قدرنا من خلاله خلال 7 سنوات ان نتجول في عدد يتجاوز 350 تجمع صناعي طبيعي في مصر. ثروه صناعيه عظيمه بدات تحظى باهتمام الدوله بشكل كامل. هذا البرنامج برعايه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده في الهانجر الموسم الثاني من مسابقه اكسب مصنع. يمكن شفنا في الموسم الاول وفي بعض المناطق اللي تجولنا فيها ببرنامج الاوتوبيس، وهو يمكن هذه المسابقه منبثقه عن برنامج الاوتوبيس، يمكن شفنا مناطق كتير جدا بتصنع وصناعات نوعيه بشكل كبير جدا. ولكن الاهم والجزء اللي احنا بنحتفي بيه يمكن في كل جولاتنا لما نلاقي نماذج شابه وبتعمل منتجات يمكن تكون نوعيه زي المنتجات اللي قدامنا دلوقتي دي. يمكن القطاعات اللي بيتم استخدامها في المطابخ يمكن بنشوفها في كل البيوت، ولكن انا شايف طبعا نماذج مختلفه قد تكون بعضها بيتم استخدامه في الفنادق. الاهم ان احنا عندنا ايادي شابه ماهره قادره على انتاج منتجات يمكن كنا بنعتمد على الصين ودول مختلفه علشان نقدر نلاقي هذه المنتجات. الان الفرصه الوحيده للانتشار هي للمنتج المحلي، وهذا منتج جيد. هيكون معنا النهارده شريهان السنان، واحده من شباب المصنعين في مصر. بنرحب بالساده اعضاء لجنه التحكيم، المهندس احمد حلمي عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور احمد الليسي ناصف الخبير الاقتصادي المصري الكبير، اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتورة طهر الضماطي الخبيرة المصرفية الكبيرة، اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات اعمال مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
مهندس معتز بهاء الدين المطور الصناعي الكبير، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بحضراتكم. وأهلا بكم في حلقة جديدة ووجه جديد في برنامج الهانجر. ألو، مساء الخير يا فندم، مبروك كسبت معانا 5000 جنيه، ممكن رقم كارت حضرتك عشان نحول لك المبلغ؟ هتشوف أشكال وأنواع كتير من عمليات الاحتيال، ما تديش بياناتك الشخصية أو بيانات حساباتك أو بطاقتك البنكية لأي شخص أو أي جهة على وسائل التواصل الاجتماعي، واحذر من أي حد بيطلب بياناتك السرية أونلاين أو بيانات كروتك أو حساباتك أو الرقم السري، لأن ده بيكون احتيال وخداع الهدف منه سرقة بياناتك. البنك الأهلي المصري لم ولن يطلب بياناتك السرية أو الشخصية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على الإيميل. رسالة البنك الأهلي المصري لكل العملاء بتطبيق الإرشادات، أنت دايماً في أمان. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. شغل المكن ما فيهوش إحساس، إحنا بنخدم كل الناس، أسرع أسهل أأمن أصمت، كله يدوب بزرار متداس، ولا محتاج تستنى سنين، ولا محتاج تمشي بحراس، ولا هبعتك الدور التالت عند عفاف أو ختمية. عشان تجرب أول تجربة بنكية افتراضية في مصر، ادخل على موقع ebank.com.eg. ebank، عالم جديد احنا أوله. شريهان السنان، اهلا بيكي. اهلا بيكي. عرفي بقى الساده اعضاء لجنه التحكيم كده بنفسك. انا شريهان السنان، ممثل عن مصنع الجميله للصناعات البلاستيكيه. المصنع حديث الانشاء بقاله 4 سنين بس، هو امتداد لفاميلي بزنس بقاله 60 سنه في السوق المصري. التخصص بتاعه تجهيزات الفندقيه وادوات المطبخ. هي الشركة موروثة عن الجد والأب. احنا 5 بنات، فاحنا اللي بندير الشغل. ما كناش بنفكر في التصنيع نهائي، بس مع قرارات وقف الاستيراد او مش وقف الاستيراد، يعني تحجيمه نوعا ما، احنا كنا شاطرين جدا في استيراد المنتج ده، ويعتبر من افضل، يعني من اكبر المستوردين ليه. فده حفزنا ان احنا عندنا قاعدة عملاء كتير، فجرأنا ان احنا نشوف ان احنا نقدر نصنعه ولا لا. وقعدنا تقريبا 2 سنين بنفكر في فكرة التصنيع، وبعدين توفقنا الحمد لله ان احنا نبتدي بخط الانتاج الاول. عملنا لوحات تقطيع الطعام اللي هي الكاتينج بورد. احنا بقالنا 4 سنين بنصنع منتج واحد، يعني اي شخص بيشوف ان هو منتج واحد ويعني مصنع بينتجه، فبتبقى حاجة غريبة شوية. بس هو المنتج نفسه ليه مقاسات كتيرة جدا، ليه الوان كتيرة، ليه تخانات كتيرة. احنا بنخدم الهوم يوز، يعني لو ست بيت هتستخدمه، فبنلاقي المنتجات بتاعتنا في السوبر ماركت مثلا. بنخدم الاندستريال بقى، اللي هي المجازر ومحلات الدواجن، الهايبر ماركتس. فاحنا شغالين على 2 سكيلز بس. يعني ده منتج مش خام، يعني الحمرة اللي قدامنا دي ده منتج هو الخامة بتاعتنا غذائية 100%. لا انا بتكلم عشان التخانة بتاعتها كبيرة. التخانة بتاعتها عشان يقدر الجزار ان هو يتعامل عليها، ما تتقطمش منه، يعني بيقطع عليها، ممكن يكسر عليها عظم. احنا عندنا دي تخانة 5 سنتي فيه لغاية 10 سنتي. احنا في الثقافة الشعبية الموروثة بنسميها ورشة. لا، هو احنا بنسميها قرمة. واحنا أورما. اخترنا الاسم الدارج، يعني اللي هي قرمة، ما حبناش ننزل السوق باسم عرق، يعني اسم انجلش اللي هو كاتينج بورد او حاجة، فاستخدمنا قرمة على اساس ان اي جزار او اي حد عارف ان القرمة التقليدية الخشب اسمها قرمة، فمسميين الاسم
يعني بطريقه ان هي تبقى ده الدارج وده الطبيعي يعني. انتوا بقى الجيل الثالث، الخمس بنات اللي بتتكلمي عليهم بداتوا الصناعه، والوالد والجد كانوا بيشتغلوا في التجاره، صح كده؟ انا فهمت صح؟ احنا الشركه بتاعتنا موجوده في الازهر، شغلنا في مصر القديمه، عندنا يعني هو المجال بتاعنا رجولي شويه، لان احنا بنشتغل في معدات تقيله تخص المجازر، وتخص كمان اضفنا بقى بعد كده ان احنا نلبي الاحتياجات، لان بيطلب مننا اليوتنسلز بتاعه المطاعم والفنادق والسوبر ماركت، فتوسعنا في الاستيراد. لكن نقطه التحول كانت تصنيع، يعني اللي كان مشجع لينا ودافع اكتر ان المنتج نفسه وقف استيراده، فبقى الطلب عليه جامد جدا، فاحنا فكرنا ان ليه لا ما نصنعش يعني. هو التصنيع بتاعها مرهق شويه، لان الخامه بتاخد وقت كبير جدا في التصنيع، لانها تخانات كبيره جدا، وهو منتج معمر، فيعني يعني بيعيش كتير، فطبعا لو هي رؤيه تسويقيه فالمنتج معمر. بص حواليك، انت عارفني كويس، انا في كل حته في مصر، في الشارع، في الطريق، في البيت، في ايدك، انا بكبر واطور وبخدم ومول، الكبير والصغير والاصغر، انا ببني وسكن وساهم وعلم، انا بامن واطمن واقصر، انا بدعم وبدعم، انا بشجع، انا في الملعب، انا في ظهرك، انا بغير واستثمر وجدد ورمم، انا بصنع وبزرع وخطط، انا بسهل، انا امبارح والنهارده وبكره وبعد بكره، انا مش واحد، انا واحد من 100 مليون، انا واحد من اهل مصر. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. شغل المكن ما فيهوش احساس، احنا بنخدم كل الناس، اسرع اسهل امن اصبط، كله يدوب بزرار متداس، ولا محتاج تستنى سنين، ولا محتاج تمشي بحراس، ولا هبعتك الدور الثالث عند عفاف او ختنيه. عشان تجرب اول تجربه بنكيه افتراضيه في مصر، ادخل على موقع ebank.com.eg. ebank، عالم جديد احنا اوله. ناخد مداخلات الساده اعضاء لجان التحكيم. دكتوره يمنى، انا قاعده على الكرسي دي هسالك على المهندس احمد حلمي سؤال. ايه العقبات اللي بتقابليها واللي حاسه ان انت ممكن تطلبيها من لجنه التحكيم؟ العقبات الحاليه اللي عندي ان انا الخامه مش متوفره نهائي، يعني في صعوبه، يعني حتى من قبل الجائحه، جائحه كورونا، من قبل الاحوال الحاليه، احنا المنتج بتاعنا 100% غذائي، فود جريد، ما بنحطش اي اديتيفز او اي فيلرز، او يعني المنتج بيور، حتى الالوان بشهادات صحيه بيور، لانه ملامس للاغذيه، فما بنلاقيش الخامه، هي دي مشكله. هي بولي ايثيلين، كنا احنا بنتعامل بخامه سعودي، ما بقتش متوفره، بقينا ندور على المصري، المصري بيتصدر، فدي كانت معضله. سيدي كرير، سيدي كرير، ايثاتكو، يعني هي دي المعضله الوحيده. خلصنا انتاج، يعني ركزنا جدا في ان احنا نصنعها، حتى رحنا بيها معارض بره في المانيا، يعني كنت زائر بس خدتها على الشنطه، على ظهري في يعني في الشنطه، يعني الناس انبهرت، وانا كنت معتزه ان اهل التصنيع في المانيا يبقوا معتزين بالحاجه ومش مصدقين انها من خامه، يعني شغل مصري وصناعه مصريه، كانوا متخيلين ان هي حاجه من الصين يعني. خط الانتاج اللي احنا بنفكر فيه، ويعني هي دي مش عقبه بس ده التحدي والتشالنج الجديده، ان احنا نبتدي بقى في حاجه تانية برضو بسبب احتياجات السوق، فهنبتدي نعمل اللي هي احواض الجاسترونورم او احواض الجي ان، دي احواض مستخدمه
بيتحط فيها سلطة، بيتحط فيها يعني مستلزمات المطبخ عامة، وبرضو مستلزمات تخص الفنادق والمطاعم والكافيهات مش هوم يوز. فده برضو التحدي بتاعنا القادم، طبعا مع مشكلة توفير الخامة، فده بيبقى يعني بيكبر حجم التشالنج. يعني انتوا دلوقتي بتصنعوا بشكل تجاري ولا مفيش تصنيع؟ احنا بنصنع. بتصنعوا بس العقبة بقى ان احنا بننتج مثلا 20 طن في الشهر، ده يعني الانتاج بتاعنا، فحوالي 120 طن في السنة. في طبعا مشكلة ان احنا نوفر الخامة، واعتقد ان هي مشكلة عامة اليومين دول، بس هي دي. طيب الدكتورة يمنى سألتك سؤال المهندس احمد حلمي، فالمهندس احمد حلمي بقى يدعم دعم الدكتورة يمنى الشريدي. طب شيان كلمية شوية على ارقامك عاملة ازاي؟ الارقام انا يعني بشتغل الانتاج بتاعي 120 طن في السنه، يعني انا لسه جديده، حاولت ان انا يعني اثبت نفسي الحمد لله في السوق المحلي كويس جدا، بتجيلي فرص تصديريه، بس المشكله في اسعار الشحن هي اللي بتبقى تشالنجينج جدا بالنسبه لنا، وبالنسبه يعني انا المنافس بتاعي اسيا، يعني هي واصلة أكتر وعندها يعني possibilities حلوة في الشحن. جات لي في أفريقيا وفي البرازيل، المشكلة في أسعار الشحن عندنا، ومؤخرا مشكلة طبعا في سعر الخامة. يعني بيع في السوق المحلي كحجم تعامل السوق المحلي، أنا معتمدة على يعني ما قابلتش صعوبات، لأن أنا أصلا شركة تجارية وده امتداد ليا. يعني حجم حجم شغلكم قد إيه تقريبا في السنة؟ لو في السنة هنقول إن على حسب يعني البلاستيك بيتحسب بالطن، فهو 120. لا كام بأرقام فلوس؟ يعني إجمالي الإيراد بتاعك قد إيه؟ إجمالي الربحية بتاعتك قد إيه في السنة؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. هو اجمالي الايراد ممكن يكون في حدود 5 مليون مثلا في السنه. اوكي. وصافي الربح تقريبا لا نسبة. يعني مش عايزه اقول بالظبط، يعني مش ضرايب، ما تخافيش. لا هو موضوع هي عارفه ما حدش شايفني غير مصر كلها، مفيش. زي ما قلت لحضرتك احنا 5 بنات، فانا مش متخصصه قوي في الشق المالي، فمش قادره ان انا يعني اقول الحاجه بدقه. بس هو عادة كل المتابعين يعني مش متخصصين في الجانب المالي. بس ليه بتقولي تشالنج عندك في شحن؟ هو انت شحن لو في دول عربيه او جنبك او اوروبا هتبقى احسن من اسيا او شرق اسيا بشكل عام. هل انت شايفه سعرك كمنتج لوحده مقارنه باللي بيجي الصيني مثلا؟ لا احنا دايما بنبقى ماشيين بارلل للسوق اللي بره، يعني ما اقدرش ان انا يعني ده سوق ما ينفعش. انت يو ار كومبيتيتيف، انت سعرك منافس أكيد للمنتج الصيني، ولازم ببقى متاكده انا موجوده فين في السوق. لا يعني هما واحنا وقفنا الاستيراد او يعني حدينا من الاستيراد من بعد الثوره يعني، فده اثر بشكل ايجابي لاي حد بيفكر ان هو يصنع، فده كانت ميزه كويسه نستخدمها، واحنا مبسوطين ان نسمع ده، وبجد نحييكي على المبادره وانك عملتي حاجه، وده مثال حي لكل اللي بننادي فيه حتى كاتحاد صناعات، ازاي نعمق سلسله الانتاج ونعمق في المنتج اللي بنصنعه في مصر. ما انا اعتقد البولي ايثيلين لو اخدتيه من مصر البرودكت بتاعك هيبقى 100% او 100% متصنع في مصر. فدي حاجه فيها ادد فاليو عاليه، ما شايف ان ممكن يبقى فيها تنافسيه كويسه في دول حوالينا كتير؟ مش شايف ان في سبب يوقف ده، لان الشحن اكيد من الصين لحد كينيا هيبقى اغلى من انك انت لغايه كينيا. هو يعني احدى التحديات لكن مش التحدي الاول، انا كنت لازم اثبت نفسي الاول هنا. انت طلعتي اي معارض بره مصر؟ لا ما توفقناش في السفر لان كورونا، يعني اصل احنا بقالنا 4 سنين. بادية؟ قلتي بالك قد ايه في التصنيع؟ بقالنا 4 سنين يعني. ماشي. يعني اعتقد ان السنه الاولى دي ما تتحسبش خالص، عايزه اثبت نفسي، عايزه يعني اعرف المنتج بتاعي. ف احييكي على التخصص والاسم، عجبني جدا، واسم يقدر كمان يتقال بكل اللغات، ما كان بيها فيري جود براند
يعني عجبني انكم شايفين البراند من الاول. Very well done. انا سعيد برضو لان الحقيقه هقول لك سر صغير. في شركه بغير ما اسميها كنت كل ما اخش هنا بتاعت حاجات بيوت الاقي المنتج ده عندها ومستورد غالبا كان بيبقى من الفار ايست وكنت بتضايق قوي لان ده بالمنتج اللي هو المفروض نقدر نعمله بسهوله. وتاني حاجه ان السعر بتاعه سعر عالمي حتى لو عالي دلوقتي ده بترول ده مشتقات بترول في الاخر فهو ما البترول بيعلى طبيعي ان سعره هيعلى والعكس صحيح. فانا سعيد قوي انك ابتديتي تعملي حاجه زي كده. المرحله الثانيه اعتقد ان عندك فرصه كبيره قوي قوي انك تطلعي للتوزيع الخارجي وما تخافي يعني ما تخافيش جمدي قلبك شويه والستات دايما بيبقى قلبهم اكبر من الرجال. وفي عندك فرص كمان يعني ترند كده في الموضوع ده هنا بيبقى عندك بيبتدوا يحطوا اشكال فاني شويه غير الشكل الريكتانجلر. اسمح لي اوضح لحضرتك الالوان مش محطوطه بشكل عشوائي. الالوان دي علشان خضار ولحمه علشان الكروس كونتامينيشن وعشان التلوث فقالوا احنا هنمشي بسبع الوان كل لون ليه استخدام فهو مش بالفكره يعني. الرفاهيه يعني علشان الوقت هنكتفي بهذا القدر من المناقشات ونلجا للحسم فورا ولكن بعد الفاصل هنشوف اراء الساده اعضاء لجنه التحكيم في مشروع شريهان السنان. الو مساء الخير يا فندم مبروك كسبت معانا 5000 جنيه ممكن رقم كارت حضرتك عشان نحول لك المبلغ؟ هتشوف اشكال وانواع كتير من عمليات الاحتيال ما تديش بياناتك الشخصيه او بيانات حساباتك او بطاقتك البنكيه لاي شخص او اي جهه على وسائل التواصل الاجتماعي واحذر من اي حد بيطلب بياناتك السريه اونلاين أو بيانات كروتك أو حساباتك أو الرقم السري لأن ده بيكون احتيال وخداع الهدف منه سرقة بياناتك. البنك الأهلي المصري لم ولن يطلب بياناتك السرية أو الشخصية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على الإيميل. رسالة البنك الأهلي المصري لكل العملاء بتطبيق الإرشادات أنت دايماً في أمان. البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر. شغل المكن ما فيهوش إحساس احنا بنخدم كل الناس اسرع اسهل امن اصبت كله يدوب بزرار متداس ولا محتاج تستنى سنين ولا محتاج تمشي بحراس ولا هبعتك الدور التالت عند عفاف او ختمية. عشان تجرب اول تجربة بنكية افتراضية في مصر ادخل على موقع ebank.com.eg. ebank عالم جديد احنا اوله. دلوقتي هنسمع تقييمات السادة أعضاء لجنة التحكيم وهنبدأ دكتور مهندس أحمد حلمي. شاهين بجد أحييكي على الفكرة والبراندينج والتصنيع وبقيتش النهاردة في فرق بين أنكم كلكم بنات أو ولاد بالعكس أنتوا بتثبتوا أكتر وأكتر أن ده أن مصر خلاص ما بقاش فيها الفروقات دي وأن في تطور كبير لدخول السيدات في مجال الصناعة مش مجال الأعمال لأنه مجال الأعمال من فترة كبيرة لكن الصناعة ويقدروا يضيفوا ويقدروا يطوروا. أحييكي على هذه الفكرة وأنا أحب يعني إحنا بندي نصاص ولا عشان ما يبقاش لا كم من خمسة كم من خمسة لا يبقى أنا حدي خمسة خمسة من خمسة. أنا برضو معجب أوي الحقيقة بالفكرة وأعتقد أكتر حاجة أنا معجب بيها إن إحنا فعلا أثبتنا أن السياسات بتاع ترشيد الاستيراد بتشتغل تريلي ووركس. لما احنا بنحط دماغنا في حاجة وساعات بيبقى لازم إجراء جامد شوية أن احنا نقفل الباب مصر الحمد لله فيها ناس وفيها سيدات قادرات أن هم يعملوا اللي محدش تاني يعرف يعمله وإحنا مش محتاجين نجيبها من بره فدي حاجة فخرة قوي. أنا هديك أربعة من خمسة. أربعة كده بقى معاكي 9000 جنيه. دكتورة سهر ضماطي. الحقيقة أنا بضم صوتي ليه واللي عجبني كمان مش هقول اللي هم قالوه لأن اللي قالوه كان نفسي أقوله
لكن انا عجبني فوق ده التنوع، ان انت بقيتي بداتي تنوعوا في الصناعه، فدي في حاجه كويسه قوي لانها بتساعدك كتير قدام. كل ما نوعتي كل ما هتقدري تنتشري اكتر. ف بحييكي وبديكي 5. 5 من 5. بقى عندك 14,000 جنيه. لا يا دكتوره يمنى. دكتوره يمنى في كل المشروع. طبعا فعلا بنحط الرقم من غير ما نسالها. دكتوره يمنى الشريري 5. يبقى كده وصلنا ل 19,000 جنيه. لا انا كمان اللي عاجبني ان هي الشريان ما وقفتش عند انها طورت منتج ويعني حدت من استيراده وابتدى يبقى موجود في السوق المصري بسعر منافس، لا كمان خدت خطوه جديده في صناعه الاحواض الجديده دي فكره هايله، واظن انها في زمن قصير جدا هتغطي السوق وتنتشر بشكل كبير. انا برضو بضم صوتي لصوت اللجنه وبديها 4. يبقى وصلنا ل 23,000 جنيه. دي جايزه شريهان السنان، الف مبروك. اتفضلي معانا استلمي الجايزه. مين صاحب اعلى تقييم؟ دكتورة يمنى. لا المهندس احمد حلمي. اتفضلي. الف مبروك. اقفي كده جنبنا عشان الكاميرا تجيب وشك معانا. الف مبروك. برافو عليك. توفيق. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. ما تقولش أكيد مش حتى، سلم حلمك لله، ركز وابدأ من الأول، وده مهما الحلم طول، خليك واثق من المكسب واحلم بأحلى حياة. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. بأحلى حياة.